شعوري بعد التأهل الحمد لله أكيد مبسوط كتير، وزادت المنافسة أكثر، زاد تعلقي بالبرنامج أكثر، وإن شاء الله نوصل لمراحل متقدمة إن شاء الله. بصراحة بعد ما أنا دوقت الطبق اللي أنا سويته بنظري أنا كتست أفضل طبق، بين أنا دوقت من الشباب الثانيين الاثنين من عبد الرحمن ومن فهد كتست نمبر 1 مستحيل، يعني أنا مقتنع كتير بالشيء اللي أنا عملته، وما رح أخذ بي تقييمي أنا، لا تقييم الشباب أعضاء الفرق الثانية كلهم حتى اللي ما لهم بفريقي إجوا وداقوا وقالوا إنه طبقك أفضل طبق بالتيست، بس أنا ماني عارفان شو المبدأ اللي مشوا عليه اللجنة بالتقييم، ممكن البرزنتيشن اللي عمله عبد الرحمن، ممكن ما يعني أنا لحد الآن ما أنا واضحة الرؤية عندي إنه أنا ليش ما أخذت الأول، مع إنه إجماع الشباب كلهم إنه أنا الأول. حصلنا على المركز الثاني مع خليل، وبصراحة بيضها وما قصر. جت تحديات أثناء الطبخ وتجاوز هذه التحديات وفاز الفريق الحمد لله، بس الحين لازم نغير الخطة اللي في راسي كانت أول، لازم أغير. برعاية